تألق واضح وكبير للاعب السابق الإسباني والمدرب الحالي تشابي ألونسو، حقق العديد من الأمور الإيجابية. مشاهدين الأعزاء، حقق العديد من الانتصارات والعديد من التعادلات، لكن دون أي خسارة كناد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى. مشاهدين الأعزاء، لم يخسر حتى الآن. عدد المباريات 32 مباراة، انتصر بعدد 28 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، لم يخسر حتى الآن، سجل 95 هدف، ما يقارب 100 هدف تقريبا يعني في 32 مباراة، وسجل عليه 23 هدف، أي تقريبا الربع. أرقام تعتبر كبيرة أم مبالغة بأن نقول بأن تشابي ألونسو يحقق أرقام كبيرة على مستوى البوندسليغا؟ لا، الأرقام بتتحدث عن نفسها. الكرة الحلوة اللي بيلعبها، يعني احنا بنتكلم على الكرة الهجومية دي يا عبد العزيز، 95 هدف، لا وكرة كويسة في 32 مباراة، وبعدين كل حاجة تكتيك، شباك نظيفة، 15 مباراة. أنا بتفرج على لقاءات وبعد المباريات بيدرس المنافسين كويس قوي، وكل منافس له تكتيك مختلف. يعني هو المباراة الأخيرة اللي كسبها يقول لك إن كان اللعيبة الأربعة الاثنين قلبي الدفاع بتوع هايدنهايم اللي كان بيلاعبهم دايما يعني بيسيبوا مركزهم وبيروحوا لعيبة وسط الملعب، فخلى الاثنين مهاجمين بتوعه رايحين قدام عليهم عشان ما يقدروش يفصلوا المساحة اللي ما بين نص الملعب وخط الدفاع. فأعتقد إن هو والهدفين نتيجة الحاجات التكتيكية اللي بيقول عليها، المسافة اللي ما بين لعيبة الوسط ولعيبة الدفاع، استخدم فيها فيرتس المهارة، وأمين عدلي بيسجل الهدف الثاني بالنسبة للفريق. فبيلعب كرة هجومية حلوة قوي، متنوعة، متحررة بدون قيود، فيها حرية وبدون نجوم. يعني ما فيش سوبر ستار، هو المدرب هو النجم. يعني ممكن هذا عامل لتشابي ألونسو، عدم وجود ضغوطات من نجم كبير، وبالتالي يتعامل مع المباريات بشكل مريح أكثر، في انسيابية وأريحية، عشان كده بيقدم الشكل الحلو ده. كرة متوازنة، كرة سريعة فيها استحواذ، كرة توصل لمرمى المنافسين في بعض الأحيان بسهولة ومباشر، لعب متنوع، استحواذ، استرجاع كرة بسرعة، انتشار جيد، أحيانا بيلعب بأربعة وأحيانا بيلعب بثلاثة، فالتنوع ده مطلوب. متصدر على الباير اللي بقاله 11 موسم بياخد الدوري في الجولة الـ 22 وفارق عن البايرن بـ 8 نقاط. نعم، دعونا نربط ما حدث مع تشابي ألونسو حتى الآن على مستوى البوندسليغا، على مستوى الأرقام مشاهدين الأعزاء، برحيل يورغن كلوب وما قدمه يورغن كلوب حتى الآن مع ليفربول. كان هناك حديث وود متبادل على مستوى المؤتمرات الصحفية، طبعا انت كابتن محمد فنان في المؤتمرات الصحفيه، تتابع المؤتمرات الصحفيه بشكل كبير، تعلم بان هناك رسائل حب متبادله بين يورغن كلوب وبين تشابي ألونسو. هل تشابي ألونسو طبعا لاعب سابق في ليفربول، هل من الممكن ان يكون تشابي ألونسو المدرب القادم لليفربول؟ هو المرشح الاول حتى الان. اللي هيجي بعد كلوب مهمته هتبقى صعبه ونوعا ما، مش هقول مستحيله، شبه مستحيله، لان ده عمل كره حلوه وجاب ألقاب، فاللي هيجي بعده وصنع نجوم، فاللي هيجي بعده مسؤوليته هتبقى مضاعفة، لأن ده هيترك فراغ كبير. فهل تشافي ألونسو عاوز يروح لليفربول؟ لا، وأنا منه، طبعا أي حد يتمنى ليفربول، إنما هو عمل مشروع جديد باير ليفركوزن، وأعتقد إن هو لازم يستنى معاه موسم كمان، ما يحرقش نفسه ويشوف الأمور ماشية إزاي. نعم، إنما اللي هيجي مكان كلوب يا عبد العزيز أو بعد كلوب، لا، هتبقى مهمته صعبه قوي قوي قوي. نعم، فممكن في بدايه كاريره التدريبي يتحرق زي ما بنقول، انما هي فرصه. هل هو بيدرس الامور كويسه؟ الامور كويس ازاي؟ هيبقى التعامل معاها، الضغوط مختلفه. نعم، هنا في عن البايرن، عن ليفربول المطالب في كل مباراه الفوز، فاعتقد دي حاجات لازم يدرسها كمدرب يعني. نعم، طبعا انت تعلم في طبعا نونيز سجل هدف جميل في لقاء برنتفورد في ملعب برنتفورد كوميونيتي ستاديوم في الجوله بتاع نونيز. وانا بتفرج على عزيزي قلت ايه الفينش بتاع نونيز ده؟ لا لا، بس تتذكر هدف راميريز تشيلسي في دوري الابطال؟ راميريز صح، سجل هدف تقريبا مشابه لهدف نونيز، بس هو احنا هنعيده تاني بس لانه جول حلو. نعم، بس دي الاهداف طبعا بتاع المو. نعم، انا كنت ابي اكلمك كابتن عن موضوع مهم، بان محمد صلاح كان في اصابه مع المنتخب المصري، عائد من اصابه، كان على دكه البدلاء، شاءت الاقدار ان يشارك، وليس قرار مدرب، بل شاءت الظروف والاصابات ان يشارك محمد صلاح. شارك محمد صلاح، سجل هدف. هو ما شاء الله يعني رجع فريش وحركته خفيفه، بتبان قوي من السبرنتات،
واصابات الخلفيه نوعا ما بيبقى فيها قلق نوعا ما، بس الحمد لله العوده بتاعته عوده مميزه، صنع وسجل بالنسبه له، اعتقد انها من الامور الكويسه. نرجع بقى للهدف بتاع نونس، لان الفينش حلو قوي يا عزيز، واقول لك الفينش حلو ليه وانا ما توقعتوش من نونس. هناك من يقول بان لاعبي برينتفورد بالغوا في الهجوم. بس طبعا بشكل متقدم. مش اي حد يعمل التمريره دي بتاع جوتا. هنا شوف هو جاي بسرعته، يعني ايه لعب الكره بسرعته. في بعض الاحيان لما تيجي تلعب التشيب لازم تبطئ شويه، ان تكون بطيئه تبطئ شويه. لا هو لعبها بسرعته فحطها من فوق حارس المرمى، اعتقد دي من الحاجات المميزه. طبعا تمرير صراحة لماكاليستر تمريره حلوه قوي، اختار التمريره الاصعب والمكان الاصعب، انما اختراقات ماكاليستر كانت مميزه. هنا زي ما قلت لك يا عبد العزيز، الستارت بتاع السبرنت بتاع صلاح جاي من الثبات، فسابق المدافعين وما شاء الله عليه، يعني القوه والرشاقه الموجوده والفينش اللي حطها في البعيد على حارس المرمى، فعوده مميزه ليه. اتمنى له التوفيق، لانه في بعض الامور تبقى الامور بتبقى الضغوط عليه كبيره، انما اعتقد الارقام اللي احنا بنشوفها سواء في التسجيل او في الصناعه ارقام تخلده في اكبر واقوى دوري في العالم. طبعا واين روني 36 عدد المباريات التي شارك فيها على مستوى الصناعه والتسجيل، هذه ارقام على مستوى الصناعه والتسجيل في الدوري الانجليزي. من هو الاكثر على مستوى اللاعبين؟ لاعبين انجليز ومنهم فرنسي طبعا تيري هنري نجم الارسنال واسطورته سابقا، ومن ضمنهم لاعب عربي هو محمد صلاح يقترب من آلين شيرر بفارق مباراة واحدة وفارق مباراتين عن تيري هنري وبفارق 6 لقاءات أمام واين روني. أرقام كبيرة لمحمد صلاح، أرقام مميزة. دعونا مشاهدينا الأعزاء الآن نشاهد الترتيب الخاص بالدوري الإنجليزي، لأن ليفربول تعرقل قليلا وعاد مرة أخرى، لكن الانتصار أمام برينتفورد يجعل ليفربول مرتاح أكثر. صحيح أن الملاحقة موجودة وهذا دائما ما يكون، يعني لعبة الكراسي حاضرة على مستوى ترتيب الدوري الإنجليزي خصوصا في أندية المقدمة، لكن ليفربول ارتاح أكثر بعد الانتصار أمام برينتفورد في ملعب برينتفورد في مدينة لندن. 57 نقطة لليفربول، أرسنال ب 55، السيتي ب 53 نقطة منقوص من اللقاء، أستون فيلا ب 49، توتنهام 47، ومانشستر يونايتد ب 44، برايتون ب 38، نيوكاسل ب 37، وويستهام ب 36، تشيلسي في المركز العاشر ب 35 نقطة. من جانب آخر أيضا ما حدث في قمة الجولة 25 كان أمر مثير، لأن كان الجميع يتوقع بأن السيتي يلعب مباراة كبيرة ينتصر على تشيلسي في ملعبه الاتحاد، كل العوامل تصب لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أن تشيلسي كانت له كلمة مع رحيم ستيرلينج في هذا اللقاء. تعادل بطعم الخسارة للسيتي أو تعادل بطعم الانتصار لتشيلسي؟ هو عموما تشيلسي ما كان لا يستحق الخساره يا عزيز، لانه قدم مباراه كبيره وخاصه في الشوط الاول.